ربنا يرحم اللي مات ويهدي اللي لسه ليه عمره. قلوب الناس والعياذ بالله بقت سودة، ونكران الجميل بقى عادة. اللي حصل لابننا ده مش هيعدي على خير، ومحدش بقى يلومنا على اي حاجة بعد كده. الليلة دي كان فيها عهد، صدمة جديدة، واللي يخون العهد يستاهل. يا رب امين. امين. شفت ناس معاها سلاح؟ فين؟ دخلوا الفيلا دي. شو قلت لك عندك اللي تخاف عليه يا ابو البنات؟